عنوان هذه المداخلة يتكلم عن كتاب يكاد يكون مجهولا، أقول يكاد يكون مجهولا عند اللغويين، لأن معظم اللغويين أو اللغويين الذين يتكلمون عن مجني يذهبون إلى كتب أخرى، ومن بينها مثلا خصائص، ورغم أهمية هذه الكتب خصائص وسر الصناعة وغيره. هذا الكتاب ربما يكون ضحية مغالطة كبيرة قام بها بعض معارضي ابن جني في تلك الفترة. فكتاب الفسي في شرح ديوان على شرح ديوان كتاب الفسي الكبير على شرح ديوان المتنبي لا يمكن أن نفهم سياقه العلمي إلا إذا رأينا ما قاله عنه معارضه. فنذكر أحد هؤلاء المعارضين، وهناك الواحدي والتبريزي وغيره. فكلهم كان يعتقد بأن ابن جني ليس له أو ليس فارسا في النقد الأدبي. انظر ماذا يقول: وأما ابن جني فإنه من الكبار في صنعة الإعراب والتصريف، والمحسنين في كل واحد منها بالتصنيف، غير أنه إذا تكلم في المعاني تبلد حماره، هكذا يقول، ولج به عفاره، إذ حشاه بالشواهد الكثيرة التي لا حاجة له إليها في الكتاب. ثم إذا انتهى إلى الكلام إلى بيان المعاني عاد طويل كلامه قصيرا، وأتى بالمحال هزؤا وتقصيرا. هذه المغالطة التي ربما لسياق معين هي التي جعلت في رأيي، لا ربما ليس كلام مطلقا، لأن كثير من الباحثين لم يدرسوا هذا الكتاب، وهو كتاب موسوعي في 4 مجلدات من تحقيق أحمد طيب رجب، وهو موسوعة من الصرف والبلاغة والعروض والتصريف وغيره، والنقد الشعري بمفهومه العام. فهذا التصور جعل كثير من الناس يضربون عن هذا الكتاب. في عجالة أحاول أن أذكر بعض الأشياء التي ذكرت في البحث وهي موجودة بالتفصيل، التي لفتت انتباهي وتتبعتها. أولاً، ما لفت انتباهي هو الترتيب المنهجي في ترتيب قصائد المتنبي أو قصائد ديوان المتنبي على شكل علمي واضح. ثانياً، معرفة بقوانين الخطاب، قوانين الخطاب الأدبي، تنوع الأجناس الخطابية ودورها في تأويل المعنى، كذلك المتعاليات النصية التي ذكرها الأستاذ قبل قليل رئيس الجلسة، وهي الترانستكستياليتي، والنصوص الشارعة بالإضافة إلى ثنائية المعنى. نبدأ باختصار بالطريقة الأولى وهو منهجه في الترتيب. انتهج ابن جني طريقة في ترتيب قصائد المتنبي لم ينتهج فيها ترتيبا تاريخيا كما هو معروف للمؤرخين الكتاب ومؤرخين أدب السلف العام. تبدأ بالهمزة، يعني تبدأ بالهمزة وتنتهي بالواو، خلافا لما لترتيب الخليل المعروف للأصوات. وحجته في ذلك أن الهمزة أقوى، أن الهمزة أقوى من اللين، إذا أن الهمزة عفوا، وحجته في ذلك وحجته في ذلك أن الهمزة أقوى من الألف اللينة، قدم القصائد التي في آخرها همزة ممدودة على القصائد التي في آخرها ألف لينة، لأن الهمزة أقوى من الألف اللينة وأشد قوة.
وهنا نلاحظ توجه أو انتباه مجني إلى قوة الجانب الصوتي في إثارة المتلقي والتقدير فيه. هذا جانب. العنصر الثاني وهو دور الأجناس الأدبية في تأويل المعنى، في تأويل المعنى الخطاب. فما يسمى يعني في لسانية الفرنسية اللي باطرو أكت دو لونغاج، يعني الأفعال الكبرى أو الأفعال الكلام الكبرى، فهو ينتقل مثلا من الفعل الكلامي الأولي اللي يعتمد في النص على المقاربة المباشرة، التفسير البلاغي ووحدة البيت إلى آخره، ثم اتباع عمود الشعر المعروف الذي هو خالفه. وهذا هو الأساس الذي جعل كثير من هؤلاء النقاد ينظرون إلى أن ابن جني لم يصل إلى المعنى الحقيقي. ففي هذا نجد أن مثلا في قوله، في قول مثلا إذا رجعنا إلى دومينيك مانجون، يقول إذا فهم المتلقي جنس الأدبي الذي ينتمي إليه أي ملفوظ يؤوله بطريقة ملائمة. وهذا ما سنستشهد عليه بعد قليل، وهو أن هؤلاء أو كثير من النقاد قد أخلطوا بين الخطاب الأدبي اللي هو جنس أو نوع مختلف مع الخطاب الديني. فننظر ماذا يقول. يقول فيعتبر أن مثلا في قول المتنبي، وذكرت شواهد كثيرة، فيشرح في هذا البيت المشهور الذي أثار جدلا كبيرا عند الذين يخلطون برأيه بين الأجناس الأدبية، لأن الجنس الأدبي يختلف كما قلنا، لأن الجنس هو الذي يحدد طريقة أو آلية فهم أو يحدد الفهم مباشرة. يقول وأبهر آيات التهامي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أبوك وإحدى ماله في مناقبي. فيريد، يقول يريد في التهامي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر الناس القول في هذا البيت وهو في الجملة شنيع الظاهر، وهو في الجملة شنيع الظاهر، وقد كان يتعسف في الاحتجاج له والاعتذار منه ما لست أراه مقنعا، فأضربت عن ذكره. ومع ذلك، وهو الشاهد، ومع ذلك فليست الآراء، يعني الآراء الشخصية للشاعر أو انتماءاته الإيديولوجية أو غيره، والاعتقادات في الدين مما يقدح في جودة الشعر ولا رداءته، لأن كلا، يعني الخطاب، يعني يقصد هنا الخطاب الأدبي والخطاب الديني، يعني لا يمكن أن تفهم، كلا منفرد عن صاحبه. ولم أقصد في هذا الكتاب إلى شرح مذهبه بتصحيح أو غيره. الآن نأتي إلى العنصر آخر وهو بالغ الأهمية، هو المتعالية النصية. فكما ذكرنا، متعالية نصية المقصود بها كل ما يتعلق بالنص سابقا أو غيره. فيقول مثلا، نعود إلى ما قاله معارضه، إذ حشاه بالشواهد الكثيرة، وهو يسمى في الدراسات الحديثة بثناص. فهو عندما يأتي إلى شرح، يأتي إلى بيت الأبيات المتنبي، يأتي بجملة من الشواهد، من الشواهد سواء في المعنى أو في التصريف أو في الإعراب أو غيره، وهو ما يسمى عندنا، ما يسمى عند النقاد المتنبي أو المعاصرين في الغرب بالتناص، الانترتكستياليتي، كما سماها الدكتور بلاطين منذ قليل. فيقول مثلا التبريزي، فحمله من الأثقال ما لا حاجة إليه. وهنا عندما نجد، لا يمكن أن نسقطه، إنما عندما نعود إلى الدراسات الحديثة نجد أن ابن جني قد سبق زمانه بفترة طويلة، وكثرة الاستشهادات وغيره. ثم يقول يرد ابن جني، ومن هنا شبث قوم لا ترمة لهم بعلم العربية،
لا تربة لهم لأن العربي هو الذي مقصود به من خطاب للغة بصفة عامة. عندما يتكلم الإنسان باللغة أو يتلقى يجب عليه أن يكون له معرفة بقوانين الخطاب التي ذكرنا من بينها الأشياء السابقة. بأشياء من ظاهر لفظه، وهو يتكلم أن ينقد معارضه بأشياء من ظاهر لفظه، إن لم تكن لهم خبرة بدخلة أمره بمعنى سياقه الدرسي الاجتماعي التاريخي إلى، وهذا ما جعلهم يتهمونه بكثير من الأشياء. وهناك أشياء شواهد كثيرة مذكورة في البيت وفي نأتي إلى عنصر آخر وهو النص الشارح. النص الشارح أيضا وهو من الدراسات النقدية الحديثة التي أشار إليها دومينيك ميغنو في إطار الفهم التداولي للنص، بمعنى السياق العام للنص. من بينها عندما يعني خروجا عن البنوية، وهو أن النص يجب أن يفهم في سياقه، في سياقه العام. بين هذه السياقات هي ما يقول الآن في العصر الحديث ما يقوم به المؤلف من مقابلات تلفزيونية وشرح لبعض أعماله، فنجده هنا يذكر ما كان بينه وبين شاعري من محاورات. فهناك الكثير من الشروح لأبي الطيب بلفظه ومعناه تارة، بمعنى أنه يأتي بما قاله المؤلف، وهذا ما يسمى بنص الشارح لو ميتا تكست. يعني فدور شرح المؤلف ليس بالمعنى أنه كذا، ولكنه ضروري في الدراسات الحديثة، وهذا ما عابه عليه أيضا معارضون في تلك الفترة، وهذا ما جعل أيضا كثير من الباحثين يرون أن ابن جني لا علاقة له بالنقد الأدبي، بينما هو كان منظرا في هذا المجال. حتى لا أطيل أعود إلى معنى آخر وهو الخروج عن اللغة، وهو ما يسميه ابن جني التجاسر على اللغة. كان المتنبي يتجاسر على اللغة، يخرج عن اللغة، وكان علماء اللغة أو النحويون بصفة عامة يعتبرون هذه أخطاء لغوية، بينما ابن جني قال هذه ليست أخطاء لغوية، ليست أخطاء لغوية. فيأتي مثلا، نأتي بهذا المثال: وأنتم معشر تسقوا نفوسكم بما يهيل ولا يسقون بالسلف. فيقول لو قال نفوسهم، لاحظا المتنبي قال نفوسكم بضمير الخطاب، لو قال نفوسهم لكان أقوى في الإعراب، كان أقوى في الإعراب. ونفوسكم بالكاف جائز إلا أنه أملح. هنا لاحظ بأن المعنى بأن الشيء المهم عند ابن جني ليس القاعدة النحوية، يجوز التضحية بالقاعدة النحوية وإن كان هذا لا يرضي النحويين، وإنما الأهم هو إيصال الرسالة أو إيصال المعنى بطريقة أقوى. إلا أنه أمدح لأن فيه لفظ الخطاب، لأنه لما يوجه إليه يعني هنا تجاوز القاعدة النحوية واعتمد على القاعدة التداولية وهو الخطاب المخاطب مباشرة، فهو أخص. بالنسبة لخاتمة، أعتقد بأن كتاب الفسد فهو كتاب الفسد وهو مجلد الضخم لخاتم البحث، وجدت فيه أشياء كثيرة وغنيا، فهو كتاب موسوعي يشمل جميع علم العربية بما فيه الشعر والنقد والأدب والبلاغة، بل وحتى بعض النظريات النقدية التي كانت وبعض الآراء النقدية التي كان يراها يعني أصحاب أو أتباع نظرية عمود الشعر، وهذا ما يجعل ابن جني يعني متفوقا أو رائدا
في قراءة الشعر العربي الحديث. وفي الأخير أشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.